الزياره حريصين على ان احنا نقوم بدورنا في الدفاع عن الحقوق عن الحريات وعن تعزيز حقوق الانسان. شكرا. المشابين دول ماتوا يبقى حطوا بيان المجلس القومي لحقوق الانسان على قبر بتاعه. طيب للاسف 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 جمدوا عضوياتهم هيستخيلوا يا جمدوا عضوياتهم بتعملوا ايه؟ للاسف يا استاذ كمال انت واستاذ جورج احنا مش هنقدر نيجي بكره لان بكره جلسه تجديد عبد الله الشامي وده السبيل الوحيد للاطمئنان عليه بعد فشل كل المحاولات منكم اننا نطمن عليه. واللي بعد بكره هنقدر نطمن على محمد سلطان علشان جلسته، هم دول الطريقين اللي احنا هنقدر نروحهم علشان نطمن عليهم بعد فشلكم في الحصول على اي زياره او اطمئناننا، واحنا لسه بنكرر انه اقصى حاجه ما عملتوهاش وهي الذهاب الى السجن ورفض الزياره. هنظل نقول انكم مقصرين لانكم ما رحتوش السجن واترفضت زيارتكم، احنا ما عندناش اي شك، احنا بنطالبكم بالمروحه للسجن وقدامكم فرصه النهارده تعملوا ده قبل الجلسه لان بكره لو اطمنا عليه في الجلسه هنفضل نقول في التاريخ كله ان المجلس القومي لحقوق الانسان قصر في حق 2 معتقلين معرضين للموت، وشكرا. احنا دلوقتي وانا كمان قبل ما يمشي الاستاذ كمان هينزل بعد بكره فاوعى الداخليه احسن الداخليه تيجي تقول لكم تعالوا زوروا لان عبد الله الشامي هيجي هينزل بكره فقلت لك ده كويس انت لو كنت طرحت عليا ان احنا النهارده هنروح الصبح قبل المؤتمر الصحفي للسجن كنت اقول لك يلا بينا عشان الناس ما تضايقش عليا مش هتمنع موت عبد الله ارجع للمؤتمر الكلام مش هيمنع موت عبد الله يا كمال يلا ناخد موقف ايجابي كلنا مع بعض يلا يلا هنعمل ايه احنا ما قلت لكم نروح يلا يلا معاك انا عايز غير صوتي انت انت انا عايز غير صوتي ماشي ما عندناش حاجه